في يوم 17/4/2 الساعة 6 صباح طلعت على تواليت تكرمون هي وأختها. يومين يطلعون القصف مستمر يعني عادي عندهم صاير. بس هذاك اليوم يوم 17/2/4/2017 قالت له لأختها بوستها قالت له انزلي يعني تخ واحد من القدمات مالها ببيت الجيران يعني تكرم هو وشحاطة مالك ببيت الجيران وقع. أعدادنا ست نفرات، عندي واحدة شهيدة ساكنين بهذا البيت أثر القصف والهذي. هسه حاليا ما أقدر أسكن به، وحاليا مأجر بيت ب50,000 لأن يعني بيتي كله متدمر وبنتي راحت به. مع بداية انطلاق عمليات تحرير الموصل قامت هذا الموقع اللي وراي بالضبط قصوته طيارة صار، وعندي هنا من ضمنهم هسا عندي عائلة صديقي اللي هي أخته وأمه هنا وياهم طفلة صغيرة يعني، وشغلة يعني كانوا صحيح هنا بالمنطقة كدواعش وهذه، بس هاي الشقق بيها مدنيين بنفس الوقت، ولي حد الآن هسا يعني موجود بيها جثث تحت الأنقاض يعني ما حد طلعهم لي حد الآن. والله قبل لا جينا يمكن بخمس ايام واقف على الشارع، عنده سياره فكتره رصاصي، واقف على الشارع وشافني الرجال وقف لي بالطريق، حتى قال لي ها شو تسوي؟ ما قلت له والله يمكن ارجع على المخيم، قال لا ما اكو شيء على الاسترجاع. سبحان الله جيت انا ورا اسبوع خبروني قالوا هيك هيك المشكله ذبح ذابحهم يعني مو لا 100% احنا ما نقدر نقول يعني هذه نسبة صعبة يعني لا زالت او لا زال قسم قليل من خلايا داعش النائمة، قسم من بقايا داعش تختبئ في اماكن اما في الصحراء او في الادغال في بعض الجزر بالنهر دجلة، قسم تتخفى بين المدنيين.